بالله يبقى شعر بدنك انت لما تشوف الارض يعني بتخضر وكذا، اوف قدره الله ولا حاجه. ربيع بتصير كل سنه، الالفه الغافله الفنا هذا لم يعد يحرك فينا شيئا. مش الله في القران الكريم قالنا انه يحيينا كما يحيي الارض بعد موتها كذلك النشور؟ طب انا كل خريف وربيع وشتاء بشوف الله كيف يحيي الارض، انت عدنان وانت كمان وهي وكل كل في الخريف الفول هذا بسموه الفول، هو السقوط، فصل السقوط الاوتم هذا الفول، بينزل كل شيء تصفر بتحمر تنزل يموت تنبثق من كل مكان فروخ صغيره ثم تكبر تكبر شهر شهرين ثلاثه لا اله الا الله الشجره امتلأت ورقا اخضر ظليلا فينانا جميلا، بعدين تزهر تثمر توينع لا اله الا الله. الله قال هيك بنحييكم. بالله عليك بتلاقي ملحد عادي كذا انه اهتدى بهذا على الله لانه بشوفه دائما سنه، هذا سنه عشان ما نحتقرش الملاحده ونقول لا اغبياء مش اغبياء. طب ما احنا شركاهم في الغباء. بالله بقشعر بدنك انت لما تشوف الارض يعني بتخضر وكذا اوف قدره الله ولا حاجه. ربيع بتصير كل سنه، الالفه الغافله الفنا هذا لم يعد يحرك فينا شيئا. بول سيزان قاعد يرسم لوحه غروب الشمس خمس سنين، بعد خمس سنين قالوا هلكتنا وتعلن عنها وكذا، يا خلص طلعها على مخلي الدنيا تتنور بها. قال ماشي تعخذوه يلا، وحط عليها ايش الغطاء. كم ياخذوها؟ قال لحظه نظره اخيره بس اشوف. كشفوا عنها شو الفنان، الله يعطينا حس الفنان. شافها هيك هز راسه ولا لا 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 تاخذوها، قليله هي خمس سنوات لتمثيل لحظه غروب. الله هذا بيستفيد، شو كشعر بدني هذا بيستفيد. ما تزعلش من نفسك، تعرف ليش؟ لانه هذا وقع فيه ابراهيم نفسه. ايش رايك انا جريء؟ ابراهيم الخليل صلوات الله عليه وقع في هذا، لما قال له اريني كيف تحيي هو وقع في هذا. لم يعد السنني لاعتيادي اليومي مقنعا. انت بتعرف ايش ربنا عمل له؟ ليس اكثر مما يحدث في كل ربيع وشتاء وخريف، بالضبط هو الذي يفعله العلماء والباحثون الاذكياء الذين يسلطون الكاميرا اربعه اشهر على شجره معينه وبسيبها، وبعدين بعد ما يخلص فصل الخريف كله أو آخره وفصل الشتاء بطولي وفصل الربيع وتعود الشجرة إيه دوحة فينانة ظليلة، بيجي بيختزل لك تصوير إيش هو حوالي يعني إيه 200 يوم مثلا نفترض أو 170 يوم في ماذا؟ في دقيقة. أنت بكشعر بذنك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تحس شيء مذهل صح؟ بس هذيك بالملعقة بالقطارة، وهذه دفعة واحدة اللي ربنا ورجال إبراهيم نفس العمل هذا، واختزل له كله ايش في لحظه ورجع الطيور. هذا هو اللي بصير. معناه يا احبابي السنني اعتيادي ما عاد يحرك فينا، فصرنا بدنا ايش ما يتجاوز السنني ولو جهه ماذا الاختزاليه الزمنيه. اضغط لي يا طيب